الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا مالك ملك الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا سبب وجود العالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اے حبیب پاک، اے سرور کائنات، نور مجسم، نور خدا، محمد مصطفیٰ، سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و ملجانا و امامنا و قدوتنا سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضور پاک، اس گنہگار فقیر کی طرف سے سلام قبول فرمائیے. اس فقیر کے جتنے رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، پیر بھائی حضرات ہیں، جاننے والے ہیں، جنہوں نے خواہش کی ہے کہ ان کی طرف سے میں سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، سیدی و مولائی ہمارا اور ان سب کا سلام قبول فرمائیے. سیدی یا رسول اللہ، انظر حالنا، اسمع قالنا، نحن في بحر هم مغرق، سهل لنا أشكالنا، خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أدركنا يا رسول الله، خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أدركنا يا رسول الله، خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أدركنا يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم يا أهل قوم المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله لاحقوكم. الصلاة والسلام عليك يا ستنا فاطمة الزهراء. بابا.